إن حريق بمحلات تجارية بساحة التضامن وسط المدينة. الحريق شب ببناية بها محلات تجارية لبيع الأواني والأفرشة والأغطية على مستوى الطابق الأرضي، ما خلف خسائر مادية معتبرة دون تسجيل خسائر بشرية. من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب هذا الحادث. المزيد في ميكروفون رشيد مشورب. تم صبيحة اليوم على الساعة 5:36 تسجيل تدخل من طرف مصالحنا متمثلة في وحدة شلف ومدرع وشرفة لغرض إخماد حريق شب بالمركز التجاري خبوزة وسط مدينة شلف. الحريق شب في الطابق تحت السفلي، وقد تم تسجيل خسائر متمثلة في احتراق ل 12 محل كليا من بين 60 المتواجدة في هذا الطابق. والخسائر الحمد لله سجلنا خسائر مادية دون بشرية متمثلة في أغطية وأفرشة وأواني منزلية. إلى موضوع آخر، وجد المواطنين بدائرة بني صاف ولاية عين تيمشان صعوبة كبيرة في التكيف مع الدخان الكثيف المتصاعد من مصنع الإسمنت المجاور، وهذا ما جعلهم يدقون ناقوس الخطر. تفاصيل أكثر في تقرير كمال بوعزة عبيد وحميد عوادية. لا يزال الوضع البيئي المتدهور بمدينة بني صاف مطروحا بقوة جراء الشكاوي المتكررة للمواطنين بسبب تلوث الجو، حيث أصبح مستعصيا على المواطنين بدائرة بني صاف ولاية عين تيمشنت، خصوصا مع الدخان الكثيف المتصاعد من مصنع الإسمنت المجاور. وهذه المشكلة اللي تشوفوا فيها تاع الغبرة، ما كاينش هذه الغبرة، كاينة سيما، هذيك غبرة بيضاء تيف، ضرنا حقيقة، ولينا ضرنا بزاف السيما. هالكوكوطات كي راهم يدخلوا يعمروا راهم يخرجوا بهم السيما تاعهم، ما ينفضوا لداخل ما والو. الغبرة هنا في هذه البلاصة، الغبرة بزاف بزاف، وزاد الكمين هنايا الحس كل شيء. ها؟ بزاف من اللي حلوا وزين كيما هكا. مصنع الإسمنت حسب السكان أضحى المسبب الرئيسي لهم في مرض الروب، إذ رغم الوعود التي أطلقها القائمون على الشأن الاقتصادي بالمنطقة منذ مدة باقتناء مصفات ذات معايير عالمية للحد من تلوث الجو، غير أن نسبة الأدخنة السامة التي تنفذها مداخن المعمل لا زالت مستمرة. Oui, ils se sont engagés à changer carrément le système de filtration. باش يديروا دي فيلتر مانش، يبدلوا كاريمون الموجود ويديروا دي فيلتر جدد وان سيستم جديد افيك اوباسي ماتر اللي هو الاله هذيك اللي يقيسوا بها. تلوث بيئي كبير يهدد حياه الكثيرين رغم تبرير المسؤولين بانه لا ضرر من الدخان والغبار، علاوه على مشكله ضوضاء الشاحنات والات المصنع التي اضحت ترافق يوميات السكان. إلى موضوع آخر، لطالما عرفت قرية إيمالوسان بولاية تيزي وزو بقرية الفلاحة والفلاحين، لكن اليوم تخلى الكثير منهم عن مهنة أجدادهم نظرا لمشاكل عديدة. المزيد مع صفية إبارودن وأمينة بن دحمن. قرية إيمالوسان التابعة لبلدية ميزار تحوي هكتارات عديدة من الأراضي الزراعية الشاسعة، فهي قرية الفلاحة والفلاحين كما يحلو للبعض تسميتها، حيث جمعت الكثير من الفلاحين الذين قدموا من عاش إذ جناد منذ القدم ليستقروا فيها. معروفة استفلاحت قرنا الزيكة زغار بودرير، ذا زغار بودرير كلنا نصب دي ثميزان، دي ثميزان جدودنا صب عنده قفل طراد تلث القراء صبند ثلثني يمكن التركية اسمي لي رومي صبند جدودنا خدمة تفلح دقيق بخاطر الوقتني ونسعى الغرفة ورفقنا الغرفة ثاك شغط مورث. مهنة الفلاحة وتربية المواشي زوالها معظم السكان هذه القرية وكانت مصدر رزقهم الوحيد، لكن اليوم الكثير منهم تخلوا عنها بسبب المشاكل الكثيرة التي أصبحت الفلاحة تتخبط فيها، سواء في ارتفاع أسعار البذور والمبيدات والأسمدة أو انخفاض أسعار المحاصيل. فلاحة الزيش نفد الولدي نارت عشرين ديس ثورة وثاقش ثوشوت ثفونا السنة تاك ثواشول باش خطر العيش يرخص وتكسن تدكوا ياسن ثورا ولاش ممكن ولاش العيش كوريانا ثورا ما صار ما تخدم ضال لا كونتيتي وصفضال اما عيش براوي.
تحولت الفلاحة في قرية إيمالوسان إلى خسارة، لذا فهي اليوم بحاجة ماسة إلى دعم مادي لتشجيع الفلاحين على الإبقاء على هذه المهنة التي بدأت تختفي بشكل كبير في قرى القبائل. على عكس السنوات الفارطة، شهد سعر الكمأ أو الترفاس بولاية بشار انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية، حيث تشهد الأسواق إقبالا كبيرا من طرف سكان الولاية نظرا لقيمته الغذائية العالية. المزيد في هذا التقرير لنوردين مصري وأمينة بن نحمان. الكمأ أو كما يسميه سكان جنوب الترفاس نبتة تنمو في الصحراء الجزائرية والتي غزت في الآونة الأخيرة أسواق ولاية بشار نظرا لقيمته الغذائية العالية، إضافة إلى نكهته التي لا يمكن وصفها، زيادة على فوائد صحية أخرى، ما جعل الإقبال على شرائه بشكل كبير. وهذا العام ان شاء الله قاعد ناكلوهم فرحوا به. كيف اكل الكبده؟ اللي بغى ياكل الكبده يدي الترفاس خير الله، دوا الكورد دوا القلب دوا الصحه دوا الركابي، وقاعد نتمتعوا به ان شاء الله. وعام الخير ان شاء الله. قال لك عام الترفاس عام الخير. هذا العام راه ناقص شويه. راه ناقص بزاف كاع، هذا العام الناس قاعد تاكله. من 2000 الى 3000 دينار هو سعر هذه النبته في الاسواق، والتي يعتبرها التجار منخفضه مقارنه بالسنه الماضيه، اين كانت تتراوح بين 5000 و8000 دينار، وكل حسب نوعه. ترفاس كان العام اللي فاز غالي، كانوا مغلينا الاماراتيين، وهذا العام راه في متناول الجميع، راه يدير 200000 كي هو كي الكبده. بارابور العام اللي فات، العام اللي فات كان غالي، بصح هذا العام راه رخيص. ها كان يدير مليون العام اللي فات البيضة، وهذا العام راه دير 300. صيد الكمأ أو الترفاس يتطلب أوقات معروفة وخبرة جيدة في صيده نظرا لقيمته الغذائية وفوائده الصحية العالية. ننهي أخبارنا من منطقة تيوت بولاية النعم التي تعتبر منطقة سياحية بامتياز، تمتلك مقومات سياحية كبيرة، إلا أن تقصير السلطات جعلتها تفقد الكثير من مقاومتها. مصطفى دحاوي وأمين بن نحمان. منطقة تيوت بولاية النعامة منطقة سياحية بالدرجة الأولى نظرا لمناظرها الطبيعية الخلابة، حيث تزيدها رونق أشجار النخيل التي تعتبر الطابع المميز لها. تبارك الله كي دايرة، شوف تبارك الله كي دايرة. هذه منطقة سياحية، هذه كاين زوج في العالم كومبلي، كاين واحد القريه في المكسيكو سميتها إجلا باداش، وكاينه تيوت في الجزائر. من ميلا ومن سطيف جينا توريست هابطين لبشار، وعجبتنا المناظر لهنا في تيوت بالنعامه. وهذه منطقة تيوت سياحية تابعة للولاية، وهذه منطقة جوها بزاف العائلات، جوها من الشرق من الغرب من الصحراء من الجنوب من كل بلاصة من الشمال كاع، وشغل منطقة سحرية فيها الرمال فيها الصخور فيها النقوش. مؤهلة سياحية طبيعية جعلت المنطقة محط اهتمام الكثيرين، لكنها تفتقد للكثير من الخدمات الضرورية التي من شأنها أن تجذب السواح أكثر على غرار المرافق العمومية. صحية شابة وكاع كيما لي جوندارم كانوا يدوروا لهنا دركا، الأمن كاين، مي خصونا صوالح كيما هنا خصهم مرافق العمومية. نتمنى من السلطات المعنية بالأمر تجي تنقي غير هاد، يديروا خدامة ثانية ياكلوا الخبز، ينقوا هاد الأوساخ، يديروا لها كاع الحراسة، وراه المشكل. منطقة بهذه الروعة وجب فتح المجال فيها للاستثمارات لإنشاء منتجعات سياحية ترقى بواقع السياحة في المنطقة. وبهذا مشاهدينا ننهي أخبارنا، شكرا لكم على طيب المتابعة.